في فيديو اليوم هنتكلم عن موقع رائع وشامل لعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي وتصميم صور بالذكاء الاصطناعي وتحويل النص إلى فيديو أو تحويل الصور إلى فيديو، وكل هذا بالمجان تماما. يمكنك أيضا توسيع الكادر في الصورة مثل خاصية Generative Fill في الفوتوشوب، كما يمكنك تغيير أو إزالة عناصر من الصور وتكبيرها حتى 4 مرات أكبر. الموقع يمتاز بجودة مقاطع الفيديو وسهولة الاستخدام، وهو يعتبر مثالي للمبتدئين في مجال الرسم وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان هقول لكم كيفية الحصول على أفضل النتائج الممكنة من هذا الموقع الرائع. ما تنساش الدعم باللايك والشير لو عجبك الفيديو، واشترك في القناة لو عجبك المحتوى. الموقع أو الأداة اللي بنتكلم عليها النهاردة اسمها فيفا جو، ودي من إنتاج شركة علي بابا جروب. تقدر تخش عليه عن طريق كتابة العنوان ده في متصفح جوجل كروم بتاعك vivago.ai. الموقع بيحتوي على مميزات كتير، منها تحويل النص إلى فيديو أو تحويل الصورة إلى فيديو أو تحويل النص إلى صور، وكمان استخدام الموقع مجاني بنسبة 100% حتى وقت عمل هذا الفيديو، وليس عليه أي قيود للاستخدام. وبصراحة جودة الصور والفيديوهات فيه أبهرتني جدا، ده غير مميزات تانية مش موجودة في مواقع أخرى زي Magic Expand، ودي تشبه ميزة Generative Fill الموجودة في الفوتوشوب، وRepainting عشان تغير أي جزء من أجزاء الصورة. هنضغط على try for free ونستخدم حساب الجيميل بتاعنا. لو ضغطت على my library هيطلع لي كل الصور اللي انا ولدتها قبل كده بهذه الاداة. دي صور انا كنت بجربها، زي ما انتم شايفين النتائج رائعة جدا. هنحاول نكتب برومبت بسيط. كتبت Arabian warrior riding his horse in the pyramids، فارس عربي راكب الحصان بتاعه في الاهرامات. هنا ممكن اغير الاسبكت ريشيو، هخليه 16:9 عشان يبقى عريض. وهنا عدد الصور، ممكن اولد 4 صور في المرة الواحدة ثم جنريت. دي النتائج اللي طلعت لي، وزي ما انت شايفين الصور بتتكلم عن نفسها. ممكن كمان عن طريق ميزة مش موجودة غير في هذه الاداة اسمها تاجز، لو دوست عليها كده ممكن اضيف كلمات تغير في البرومبت. يعني مثلا لو دوست على كومبوزيشن ممكن اغير نوع الكاميرا، واي كلمة من دول لما بقف عليها بيديني عرض ليها او بريفيو على اليمين، هختار دي مثلا. وفي الاموشن او التعبير بتاع الوجه ممكن اختار ايفل سمايل، وفي الانفايرمنت مثلا ممكن اختار اندر وورلد، وهكذا في الستايل ممكن اختار ستايل كرتون او 3D او مثلا حاجة زي كده، ثم جنريت. ودي النتيجة قدامنا ال4 صور الجديدة، طبعا نتيجة رائعة جدا. لو جيت كبرت اي صورة منهم زي ما انت شايفين اختيار الكلمات غير في شكل الصورة تماما، وجودة الصور عالية جدا، وكل ده وانا كاتب برومبت بسيط جدا. فالموقع ده يعتبر مثالي جدا في رسم الصور بالذكاء الاصطناعي للناس المبتدئة. طبعا هنحصل على نتائج افضل لو استخدمنا برومبت طويل. خلونا نضيف هنا نيجاتيف برومبت، حاسب لكم مثال ليه في التعليق المثبت، وده البرومبت بتاعي ثم جنريت. دي امثلة للصور اللي حصلت عليها، طبعا نتيجة جيدة جدا. ممكن ايضا لو انا عايز الصورة تشبه شخص معين اضغط على upload image ثم upload image من على جهازي، اختار مثلا صورة زي دي. ممكن احدد مساحة الوجه فقط بهذا الشكل، اتأكد ان انا معلم على الراس بس ثم confirm، واقلل القيمة دي لأقل من 5. هكتب نفس البرومبت بتاعي ثم جنريت. دي الصور اللي حصلت عليها، مفروض ان هو كان وجه للفنانة شيرين. طبعا الصور مش بتكون متطابقة 100%، والاختيار اللي هنا بيفرق في درجة تشابه الصورة او تشابه الوجه. ايضا ميزة لطيفة في هذا الموقع وهو اختيار image to text او تحويل الصورة لبرومبت. يعني لو انا عندي صورة مثلا مولدة بالذكاء الاصطناعي وعايز اعمل صورة شبهها او احولها لبرومبت، ممكن استخدم الميزة دي. هضغط على image to text upload image، بافتراض مثلا ان انا هختار الصورة دي ثم confirm. زي ما انتم شايفين ولد لي برومبت بناء على الصورة اللي انا مديها له. ممكن بقى اعمل صورة جديدة من البرومبت الجديد مع الصورة الاصلية او من البرومبت فقط. نختار مثلا الاختيار الاول، فدي الصور المولدة من البرومبت الجديد. هنلاحظ ان في تشابه كبير ما بين النمط او الستايل بتاع الصورتين. الادوات اللي هنشرحها في الجزء ده من الفيديو الخاصة بالصور يمكن الدخول عليها من الصفحة الرئيسية ثم الضغط على Products، وهي شبيهة لحد كبير بمميزات اللي عملها شركة أدوبي سواء في الفوتوشوب أو موقع أدوبي فايرفلاي. هنبدأ بميزة Magic
اكسباند، ودي اقدر عن طريقها اعمل تكبير لكادر الصورة زي ميزة الجنريتيف فيل الموجودة في الفوتوشوب. ممكن من هنا ابلود صورة من على جهازي او استخدم صور من اللي انا ولدتها قبل كده على الموقع سيلكت فروم هيستوري. مثلا هختار الصورة دي وازود الاختيار ده على الاخر. ممكن احرك الصورة في اي جزء من المستطيل الفاضي اللي انتوا شايفينه ده، يبقى كده هو هيملالي الجزء الفارغ ده ويكبر المساحة الظاهرة من الصورة، ثم جنريت. زي ما انتوا شايفين دي الصورة الجديدة بعد تكبير الكادر الضعف تقريبا. ممكن ادوس هنا علشان اعمل داونلود للصورة دي. لو حابب انك تكبر الكادر تاني ممكن تدوس على الزرار ده وتكبر الكادر زي ما انت عايز اكتر من مرة. ايضا ميزة جميلة جدا في الموقع ده هي image enhance او تحسين جودة الصور. هختار مثلا صورة انا كنت عاملها قبل كده زي الصورة دي مثلا، واقول له upscale 4x لتكبير الصورة لحد 4 مرات. دي الصورة بعد تكبيرها. ممكن اضغط هنا عشان اعمل داونلود. طبعا هنا مش باين الفرق، لكن لو عرضتها لكم بالحجم الطبيعي زي ما انتم شايفين فرق رهيب في الجودة والتكبير. وعايز اقول لكم ان ده مجرد 20% من حجم الصورة الطبيعي فقط. كل ما هكبر اكتر كل ما هتظهر تفاصيل اكتر في الصورة. ايضا ميزة اخرى في موقع فيفا جو هي ماجيك اريزر، او ان انا اقدر احذف عنصر من عناصر الصورة. هختار مثلا صورة زي دي وبعدين اكبر الفرشة وابتدي ان انا احدد الجزء اللي انا عايز احذفه من الصورة بهذا الشكل، ثم اريز. ودي النتيجة النهائية زي ما انتم شايفين، ازال الجزء اللي انا حددته بمنتهى الاحترافية بدون ما يأثر على الخلفية. ممكن اضغط على continue erasing علشان احدد عناصر اخرى لو انا حابب. الميزة الاخيرة فيما يتعلق بالصور هي ميزة repainting، ودي ممكن عن طريقها اغير اجزاء في الصورة عن طريق البرومبت. مثلا لو اخترت صورة زي دي هكبر البرش، اعلم مثلا على صورة الارنب ده عشان احوله القطة، وهكتب هنا كيوت كات، ثم جنريشن. ودي النتيجة النهائية، غير الجزء اللي انا اخترته من الصورة بمنتهى الاحترافية. اداة فيفا جو تقدر تحول الصورة الى فيديو او النص الى فيديو، وهي من افضل الادوات اللي انا شفتها فيها الميزتين دول من حيث جودة الفيديوهات الناتجة. هنجرب تحويل النص الى فيديو. ده البرومبت بتاعي، والبرومبت ده كان احد الامثلة اللي عملها موديل صورة الشهير بتاع شركة اوبن اي اي. مكتوب photo realistic close up video of two pirate ships battling each other as they sail inside a cup of coffee. سفينتين قراصنة بيحاربوا بعض جوه فنجان قهوة. هنا مقدار الحركة في الفيديو اقدر ان انا اتحكم فيه، وهنا الاسبكت ريشيو، ومن هنا من السيتنجز اقدر ان انا اغير النيجاتيف برومبت، وده بيفرق جدا في الفيديو. ثم اضغط على جنريت. لحد ما الفيديو يخلص ممكن نجرب ميزة ماجيك برومبت. لو ضغطت عليها هيبتدي ان هو يحسن البرومبت اللي انا كاتبه، فدي ميزة طبعا جميلة جدا. ممكن اكتب برومبت قصير جدا وهو يحسنه ويضيف ليه تفاصيل اكتر، ثم جنريت. ده الفيديو الاولاني بدون ميزة الماجيك برومبت، زي ما انتم شايفين حاجة في منتهى الابداع. وده الفيديو التاني بميزة الماجيك برومبت. طبعا زي ما احنا شايفين الحركة في الفيديو جميلة جدا، نمط او ستايل الصورة في الفيديو اتغير تماما نتيجة لاستخدام ميزة الماجيك برومبت. وده مثال اخر للبرومبت بتاع الفارس العربي اللي في الاهرامات، ايضا باستخدام ميزة الماجيك برومبت. تقدر كمان تحول الصورة الى فيديو او image to video. هضغط على upload image، هختار صورة من على جهازي مثلا الصورة دي، ثم open. ممكن من هنا اختار جزء من الصورة عشان يتحرك، ثم هضغط على confirm. هقول لكم بقى على تركية ظريفة جدا في كتابة البرومبت. لو ضغطت على image ثم image to text واستخدم نفس الصورة اللي استخدمتها ثم confirm، كتب لي البرومبت اللي اتعملت منه هذه الصورة. هرجع على فيديو واعمل paste البرومبت. في ميزة تحويل الصورة الى فيديو هتلاقي عندك حاجة اسمها كاميرا كنترول. لو ضغطت عليها ممكن تتحكم في حركة الكاميرا، يعني مثلا اخليها تتحرك ناحية اليمين شوية واعمل زوم اوت. ممكن طبعا نزود الموشن سترينس شوية، ثم اضغط على جنريت. ده الفيديو النهائي الناتج عندي، طبعا حاجة جميلة جدا. ملاحظة مهمة ان انت ممكن لو زودت الموشن سترينس بشكل كبير هتلاقي فيه اخطاء كتير في الفيديو، فيفضل انك تجرب باكثر من قيمة لحد ما تحصل على افضل نتيجة. ايضا اي فيديو موجود في ماي لايبرري تم توليده بهذه الاداة اقدر ان انا اعمل له تحسين للجودة عن طريق الضغط على 4K Enhance، هيعمل لي نسخة من الفيديو 4K. طبعا اداة فيفا جو هتعمل لك فيديوهات مدتها 4 ثواني. لو عايز تعرف ازاي بطريقة مبتكرة تكبر زمن الفيديو ممكن تتفرج على الفيديو الواضح على الشاشة. ما تنساش الدعم باللايك والشير لو عجبك الفيديو، واشترك في القناة لو عجبك المحتوى، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.